في الذي يوم ويمر الذكرى العاشرة. ليه؟ يوم الأربعاء الأسود أرى زملائنا اللي هم كانوا عندنا عينهم اللي هم كانوا بداية 25 يناير، يبدو أن رسالة 25 يناير التي لم تصل للكثيرين، ويبدو أنهم مصرين على أن تصل لهم بشكل مختلف. الوضع في دولة رجعية مستبدة بكل المعاني بتحكم، في نظام متكامل، في نظام بوليسي متكامل، في عصابة كاملة بتحكم البلد. العصابة دي درعها الأمني هو الداخلية، لكن ليها أذرع كتير جدا 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 بتساعد الداخلية. زي ما في ده، في إحنا، في أنتوا، وفي الناس اللي في السجون. يعني كلمت مثلا عن ماهي، عن يوسف شعبان، عن علي عبد الفتاح، توما، عادل إمام، كل الناس دي هي بس بالظبط. النظام الحالي عايزنا عساكر، تعالى يمين تعالى يمين، تعالى شمال انا شمال. يعني فعلا الوضع، وضع الحريات في مصر لا يحتمل. احنا رجعنا ايام مبارك، ايام 2004 واقل من 2004 كمان. عايز اكمل كلامي عن شوكان اللي قال في رسائله اللي اثرت فيا واللي حسيتني ان هو فعلا بيكتب من قلبه زي ما انا كنت بكتب. مكان اداره السجن بتاعتي لاني بكتب، ما كنتش بشاف، ما كنت بكتب من قلبه. هو كمان بيكتب من قلبه. وانا متاكد ان ما كانش مشغل كلمه، لانه ما كانش بيكتب مقال، هو بيكتب رساله من قلب لقلب الناس اللي واقفه جنبه. الناس اللي هو انتوا اللي واقفه جنبه زي ما خلطونا اتخرجوه. مش القاضي ولا السيسي ولا وزير الداخليه ولا النائب العام ولا النيابه. شو كان بيقول في احدى رسائله؟ الظلم حرام والتجاهل هو اكتر شيء بيقتلني جوه سجن. وبيقول لو هتفتكر ان كلام الناس بتاع السجن الرجاله والكلام ده حقيقي، وان الصبر صح، انا غصب عني غصب لاني ما عنديش حل للجو ده، كلام شوكان. بيقول تاني عن النوم، النوم على فكره هو اكتر وسيله ممكن يقرا فيها. طبيعي ان احنا لما بنتكلم عن ان الحريه للمعتقلين والناس كلها اللي محبوسه، بس الغريب ان احنا لما بنتكلم عن حريه المعتقلين في قضيه من امر الاخوان. يعني من ضمن التهم الموجهه في القضيه دي هو انه احنا عايزين نسقط النظام. طب ما هو النظام ده انتوا اصلا عاملين دوشه طول النهار والليل وبتقولوا ان انتوا بتحاربوا الارهاب، وان هو نظام ارهابي ولازم يسقط ويسقط بالفعل. فاحنا مش فاهمه احنا بنتواجه بأي تهمه. يعني يوسف وماهي ومهيور محبوسين بأي تهمه؟ مفيش تهمه بالنسبه لي. يستقبل ويوثق حالات التعذيب، حلقة الاعتقاد. وانا بعمل الشغلانه دي من سنه 93، يعني بقالي 22 سنه. لم يحدث خلال ال 22 سنه دي ان انا شفت او سمعت الفظائع اللي انا بسمعها من ساعه من يوم 30 يونيو. بعد ثورة 25 يناير وأثناء ثورة 25 يناير لما ابتدى يهد علينا ضحايا التعذيب في السجون الحربية وفي المتحف وفي السجن، اللي الواحد شافه ساعتها كان بيقول بمنتهى الثقة لا يمكن ما شفناش أفظع من كده ولا يمكن هنشوف أفظع من كده. النهاردة احنا بنشوف أفظع من كده وبنسمع أفظع من كده. احنا بنجهز كشف حساب على قضية واحدة فقط اللي هي التعذيب والحق في الحياة خلال سنة من الحكم الرسمي لعبد الفتاح السيسي. يعني مش حاسين الفترة اللي كانت نحكم فيها من وراء قناع عدلي منصور. سنة كمية الانتهاكات اللي بتحصل فيها هو أماكن الاحتجاز، هو أماكن الاحتجاز. هي قضية مهنور المصري، هي قضية يوسف شعبان، هي قضية كل حر ضد سلطة العسكر في مصر. يجب أن يعلم الجميع أن الصحافة لم تمر في تاريخها في مصر بهذه المحنة. صحافة مصر في محنة خطيرة. الحريات لم نرى عصر للحريات كما رأينا في عهد جنرال عبد الفتاح السيسي. المسألة بوضوح، هناك من خرجوا ودافعوا عن ثورة يناير ودفعوا الثمن وما زال
تريد أن يدفع كل شباب مصر هذا الثمن. هم عارفين إن اللي بيسجنهم مستبد، وعارفين اللي بيحبسهم مستبد، لكن ما همش عارفين وما يقدروش يتحملوا فكرة إن اللي بره مسجنه. عشان كده مهم نتكلم عن زمايلنا. مهما كانت الناس بتقول يوه صدعتونا طول النهار بتتكلموا، هنقاوم حتى ولو كانت المقاومة دي حكاية، نحكي عنهم، عن تاريخهم، عن قضياتهم، عن حكمهم الظالم اللي خدوه، عن وضعهم في السجن، عن زيارة أهلهم، عن أطفالهم اللي بيسألوا عليهم، عن آبائهم وأمهاتهم اللي منتظرينهم. اوعوا تبطلوا حكاية عن زمايلنا، وهيجي اليوم اللي هيخرجوا فيه. وبقولها كمان مرة، والكلمة اللي قلتها قبل كده وكل ما اقولها يطلع اباطرة الاعلام اللي بيغتالونا ليل نهار، انتوا بتخربوا البلد، مش احنا اللي بنخرب البلد، كذبكم هو اللي بيخرب البلد، تزييف الوعي هو اللي بيخرب البلد، سرقة الفقراء وغلاء الاسعار هو اللي بيخرب البلد. والمراوح كمان ممنوعة، يعني عددهم كبير والمراوح ممنوعة، وإدارة السجن تتعنت إنها تخلينا المراوح البلاستيك المفروض إنها هي تبقى أصلاً متوفرة من غير أي حاجة. طبعاً فضلاً على إن مدة الزيارة خلاص بقت محسومة وهي ربع ساعة من وقت دخولنا الزيارة، فدي بقت حاجة ثابتة إحنا واقفين عليها. إلى جانب كمان إن هما بعد حكم الإعدام اللي صدر على مرسي وإعدام القضية بتاعت عمرو شركس من وقتها وهم قاطعين عليهم النور في السجن فترة النهار وبيمنعوهم من خروج تعيد اللي هي اصلا ساعة في اليوم كله كانوا بيخرجوها لهم، حتى دي كمان منعوهم ان هم يطلعوها بقالهم فترة. هم متخيلين ان هم قادرين يمنعوا الشباب عن ممارسة حياتهم، بس الحقيقة ان من جوه السجون الناس بتمارس حياتها بشكل عظيم جدا. فنلاقي حد زي اسماء حمدي بتعمل مشروع وبتشتغل شنط وبتجمع وبتطلعهم من السجن، نلاقي حد زي عمر حاذق بيكتب روايته الجديده من جوه السجن وبينشرها وبيعمل اعمال ورقيه ويجمع وبيطلعها، نلاقي حد زي النور المصري بتدعم قضايا الغريبات من جوه. فهم انا ما عنديش اي نشاط ان بامل الناس دي واستمرارهم رغم محاولات النظام ان هو يوقفهم ان الوضع هيتغير بالتاكيد، بس اتمنى ان احنا كلنا نتكاتف عشان الوضع حقيقي. تجرب معانا صفحات الحريه الميمون والحريه اليوسف عشان في فعاليات هتكون في اسكندريه الفتره الجايه، بالاضافه ان احنا بندعوكم لجلسه الدكتور الحكم يوم 31 في اسكندريه.